هذا ما لم يعمل. ونصلي ونسلم على النبي الأمي الذي علم المتعلمين رمز الجمال وجمال الوجود، صفوة الخلق وحبيب الحق، فصلوات الله وسلامه عليه. السيد الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الغائب الحاضر عن حفلنا هذا. السيد الأستاذ الدكتور أحمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وربان سفينة الأنشطة الطلابية وداعم الأنشطة الطلابية وراعيها. الأستاذ الدكتور محمود محروس عميد كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة. الأستاذ الدكتور علي عبد الجليل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. الأستاذ الدكتور أحمد سلام وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية. السيد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمود أستاذ النبات بكلية العلوم. السادة الزملاء ضيوفنا من الكليات الأخرى. السادة أولياء الأمور. أبنائي وبناتي طلاب الدفعة 15 بكلية الزراعة المحتفى بهم اليوم. هنيئا لكم، فقد جاء وقد ذاكرتم وصابرتم واجتهدتم وجاء وقت جني الثمار بلغة الزراعة، جاء وقت الحصاد، فهذا يوم الحصاد، هذا يوم عيدكم، فهنيئا لكم، تمنياتنا لكم جميعا بالتوفيق. ومن ناحية الكلية، إدارة الكلية من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن خلال وحدة التدريب والإرشاد بالكلية تفتح ذراعيها للتواصل مع أبناء الخريجين من خلال وحدة الخريجين بالكلية. لسبب قد تحصلتم على العديد من المهارات والمعارف والأخلاقيات والأسس الجامعية، وإن كان هناك شيء يبقى فهو صقل المهارات العملية التي تؤهل الخريجين لسوق العمل والمنافسة، سواء في سوق العمل المحلي أو الإقليمي، بل يتعداه إلى سوق العمل الدولي، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تجريها الأقسام العلمية بالكلية، ومن خلال التدريب في المصانع وفي الشركات ذات الصلة بالكلية. وهناك العديد من الاتفاقيات أبرمت ما بين كلية الزراعة وبين مؤسسات ومجتمعات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الحكومية، ومن أمثلتها الاتفاقيات المعقودة ما بين كلية الزراعة ومؤسسة مصر الخير، كلية الزراعة وشركة فاي سي، كلية الزراعة وشركة شورى، وهناك العديد والعديد. المهم أن كلية الزراعة ليست أو ما حصلتم عليه اليوم هو ليس نهاية المطاف، ولكن نقول أن كلية الزراعة هو بيتكم الأول وبيتكم الأخير، مفتوح لكم في أي وقت، أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم، نقدم أي تسهيلات وأي دعم لكم في الحياة العملية، كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم حياة عملية موفقة إن شاء الله، كل الشكر لجميع العاملين بالكلية من أصغر عامل حتى أمين الكلية ومن أصغر معيد وحتى أكبر أستاذ، لجميع خالص الحب والشكر والود والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.